السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى ان الفيديو ديالي يلقاكم في اتم الصحة والعافية ان شاء الله. بالنسبة للفيديو ديالنا ديال اليوم فغادي نصاوبو المسمن او المحاجب بدقيق القمح الكامل اللي انا كنغربلو كنحيد منه غير النخالة اللي كتكون غليظة كيف كتشوفوا، بقى فيه ديك النخالة الرقيقة ما حيدتهاش. فكنحتاجوا الكميه اللي بغيتوا ديروا. انا عندي هنا تقريبا اكثر من نص كيلو بشويه، وعندي الملح. غادي نجمعوا بالماء بارد، بسم الله. غنبدا العجينه ديالتي، كنعتذر ان الكاميرا كانت واقفه، انا عند بالي راه كتسجل. مهم بعد ما عجنتو بالماء بارد غادي ندك العجينه ديالي شويه. كيف كتشوفوا العجينه انا ما كنجريهاش، يعني كنخليها شويه واقفه شاده في راسها. غادي ندلكها واحد شويه. كتشوفوا من بعد ما دلكتها غادي نغطيها ونخليها ترتاح. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه ديالتي غادي نبدا نشكلها كويرات. انا عندي هنايا شويه ديال السميد الناعم او الفينو، وعندي الزيت. غادي نبدا نشكل الكويرات ديالي. من بعد بنسحو لي الكريسات ديالي 5 دقائق خليتهم، دابا غادي نبدا نكرص فيهم. كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت وكنبدا نكرص غير بشويه. راه القمح كيتكرص بسهوله، خاص غير العجينه ترتاح باش كتعطيكم الطوع. وغادي ندهنها بشويه ديال الزبده. حاولوا انكم تكرصوا وما تخليوش العجينه غليظه. عندنا غير بشويه الزبده وغادي نرشها بشويه ديال القمح اولا شويه ديال السميد ونطويها. غادي نكمل الكمية كلها اللي عندي ونرجع معاكم.
هنا من بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي درت المقلاة سخون وغادي ندوز باش نقرص المسيمنات ديالي. ألو،